بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما زلنا في الحديث يعني عن قضية بيع الثمر قبل بدو الصلاح، أو بيع الثمار قبل الأصول وما يتعلق بذلك، ويذكر مذاهب الفقهاء في هذا الباب. فتوقفنا عند قوله رحمه الله: وكذلك اختلفوا في المقاسي أو المقاسي. نعم، 187 في النسخة التي معنا: إذا بيعت بأصولها كما هو العادة غالبا. المقاسي اللي هي القثاء والخيار ونحوها، القثاء والخيار ونحوها، ويشبهها أيضا البطيخ. أحيانا يقولون، يأتي في كلام شيخ الإسلام وغيره، المباطخ والمقاسي. فالمباطخ اللي هو البطيخ، والمقاسي اللي هو القثاء والخيار. وحين نستعمل المقاسي تشمل يعني البطيخ. قال: إذا بيعت بأصولها كما هو العادة غالبا. يعني فكرة المقاسي والبطيخ أنها ليست عبارة عن شجرة، الأصول اللي هي الشجرة نفسها، فليست عبارة عن شجرة كبيرة راسخة في الأرض ولها ثمار تتدلى منها، بحيث أن الثمار تباع ويبقى الأصل يعني له قيمة. الشجرة يعني في مثلا في النخيل على سبيل المثال، والزيتون والرمان ونحو ذلك، يكون عندنا يعني الأصل عبارة عن شجرة لها قيمة ولها يعني ثمن وأهمية، وهناك ثمار. فالثمار إذا بيعت لا يعني ذلك أن تباع الشجرة اللي هي الأصل. لكن بالنسبة للمقاسي والبطيخ، فالأصول لو اللي يعرف منكم قليلا في الزراعة، يعني بتكون النباتات هذه بتكون على سطح الأرض يعني، والأصول عبارة عن يعني عبارة عن فروع صغيرة كده، ليست يعني شجرة كبيرة. فالأصول يعني ليس لها قيمة يعني في ذاتها، يعني هي كأنها تبع للثمار. يعني المقصود الأصلي هو الثمرة، والأصول هذه بيخلعوها مع الثمرة وليست ذات قيمة. فالمقاسي: إذا بيعت بأصولها كما هو العادة غالبا. فقال قوم من المتأخرين: يجوز ذلك، لأن بيع أصول الخضروات كبيع الشجر، كبيع الشجر، وإذا باع الشجرة وعليها الثمر لم يبدو صلاحه جاز، فكذلك هذا. فقال فريق من الفقهاء المتأخرين، قال: والله لا فرق بين أن تكون الشجرة يعني شجرة كبيرة ذات قيمة ومقصودة يعني في البيع، اللي بيبيع أشجار يعني زي نخيل أو تين أو كذا، الشجرة نفسها لها قيمة غير قيمة الثمار. لكن في المقاسي الشجرة هي عبارة عن جذور صغيرة ليست ذات قيمة، فهي تبع. لكن الفقهاء يعني قوم من الفقهاء المتأخرين قالوا لا فرق، هذه عبارة عن عندنا أصول وعندنا ثمار. فكما أن بيع الثمر قبل بدو الصلاح إذا كان مع أصوله فيجوز، يعني بيع الثمار قبل بدو الصلاح بدون الأشجار لا يجوز، لكن مع الأشجار يجوز. طيب المقاسي هل يطبق عليها هذا الحكم؟ فقوم المتأخرون من المتأخرين قالوا نعم، هذه الأصول رغم أنها يعني شيء صغير وتابع للثمرة وليس مقصودا، لكن سنعامل هذه الأصول كأنها شجرة. فإذا باع
البطيخ القثاء الخيار مع أصوله ولو لم يبدو صلاح الثمار يجوز. قال وذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، المتأخرون الذين اختاروا ذلك قالوا هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال المتقدمون لا يجوز بحال وهو معنى كلامه ومنصوصه. المتقدمون من الفقهاء قالوا لا يجوز بحال وهو معنى كلامه ومنصوصه، يعني معنى كلام أحمد ومنصوص أحمد رحمه الله تعالى، وهو إنما نهى عما يعتاده الناس، وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار أن يباع دون عروقه، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده. يعني الرأي الثاني أنه لا يجوز لأن الأصول هنا يعني ليست مقصودة، والذي سيشتري القثاء مع أصوله هو في الحقيقة يشتري ثمرا فقط، يعني هو في الحقيقة يشتري ثمرا، لا يقال أنه اشترى الثمار مع أشجارها، لأن هذه العروق يعني ليست لا تعتبر شجرة يعني. والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده، فإن المنصوص عنه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث هو إبراهيم بن الحارث في الشجر الذي عليه ثمر لم يبدو صلاحه، أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز، وأما إن كان مقصوده الثمرة فاشترى الأصل معها حيلة لم يجز. يعني قال الذين أجازوا شراء البطيخ والقثاء والخيار قبل بدو الصلاح بشرط أن يكون مع أصوله مع عروقه، وقالوا هذا يقاس على من يشتري الثمار مع أشجارها قبل بدو الصلاح فهو جائز. فيقول الإمام أحمد أصلا مذهبه في موضوع شراء الثمار مع أشجارها قبل بدو صلاح الثمار هو لم يعني الأصل عنده اللي هو المقيس عليه هو لا يسلم بحكمها على سبيل الإطلاق هكذا، وإنما الإمام أحمد كما يقول شيخ الإسلام يقول في موضوع الذي يشتري الثمار قبل بدو صلاحها مع الأشجار، قال هنا ننظر في حال هل الثمار هي المقصود الأعظم من الصفقة والأشجار هذه يعني شيء قليل القيمة ومأخوذ يعني على سبيل التبع، أو أن الأشجار يعني هي الأصل والأساس في الصفقة والثمار هي اللي جاية يعني على سبيل التبع، أيهما هو المقصود الأعظم في الصفقة؟ فالإمام أحمد يقول لو كانت الثمار هي المقصود الأعظم في الصفقة، أحيانا يعني بعض الأشجار ممكن تكون يعني منتهية الصلاحية وقيمتها قليلة وهي على أي الأحوال هو يعني قصده شراء محصول الثمار هو الذي له قيمة كبيرة، والأشجار مثلا هو سيقلعها يعني ليس راغبا فيها ولكن واخذها معها يعني فوق البيع، فإذا كان المقصود الأعظم هو الثمار والأشجار مأخوذة يعني تبعا لها وكأنها حيلة ليشتري الثمار قبل بدو الصلاح فحينئذ لا يجوز. قال وكذلك إذا اشترى أرضا وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبدو صلاحه، فإن كانت الأرض هي المقصودة جاز دخول الثمر والزرع معها تبعا، وإن كان المقصود هو الثمر والزرع فاشترى الأرض لذلك لم يجوز. طيب يقول أيضا موضوع شراء الثمار قبل بدو الصلاح هو منهي عنه، لكن لو اشترى أرضا وفيها ثمر لم يبدو صلاحه ما حكم ذلك؟ فهنا الإمام أحمد أيضا فرق بين أمرين، قال والله ننظر هل شراء الأرض مقصود، يعني هو يريد شراء الأرض والثمار شيء جاي على سبيل التبع فحينئذ يغتفر أنه يشتري الثمار قبل بدو الصلاح كجزء من صفقة أنه يشتري الأرض، لكن إذا كان المقصود بالصفقة هو شراء الثمار و
نظرا لأنها لم يبدو صلاحها فاشترى الأرض تبعا لها، وهو يعني ليس قاصدا شراء الأرض ولكن لأجل أن يستحل شراء الثمار، فالإمام أحمد منع من ذلك وقال لم يجوز. قال: وإذا كان هذا قوله في ثمرة الشجر فمعلوم أن المقصود من المقاسي والمباطخ إنما هو الخضروات دون الأصول التي ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر. فهنا يقول يعني هو الإمام أحمد أساسا مذهبه في موضوع شراء الثمار قبل بدو صلاحها تبعا للأرض أو تبعا للشجر، هو يفرق بين كون المقصود هو الثمار أو المقصود الأرض أو الشجر. فقال من باب أولى قضية القثاء والخيار والبطيخ، فهذه واضح جدا أن المقصود الأساسي في الشراء هو الخضروات أو الثمار دون الأصول، لأن الأصول عبارة عن عروق يعني رقيقة صغيرة وليست ذات قيمة، وقيمتها يسيرة بالنسبة إلى الخضر. فلذلك يعني من باب أولى أنه القياس يكون في مذهب أحمد المنع من بيع القثاء والخيار والبطيخ قبل بدو الصلاح. قال: وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين. عندنا الرواية عن الإمام أحمد بيكون عندها رواية منصوصة والرواية المخرجة. المنصوصة يعني الشيء الذي تكلم فيه الإمام أحمد يعني في خصوص المسألة، ورواية المخرجة يعني لا يكون هناك نص عن الإمام أحمد في خصوص قضية يعني زي قضية بيع البطيخ والخيار، ليس هناك نص مخصوص عن أحمد في هذه القضية، ولكن هو تكلم في قضايا أخرى مشابهة أو تكلم بكلام عام يمكن اندراج هذه القضية ضمن كلام عام له، أو تكلم في قضية مشابهة ويمكن قياس هذه على هذه، ففقهاء المذهب يخرجون يعني رواية عن أحمد في هذه القضية يعني التي لم ينص على حكم فيها ولكنه تكلم في شيء يشبه. فالإمام ابن عقيل وغيره من فقهاء الحنابلة خرجوا وجهين: أحدهما جواز بيع المغيبات بناء على إحدى الروايتين عنه في بيع ما لم يره، ولا شك أنه ظاهر، فإن المنع إنما يكون على قولنا لا يصح بيع ما لم يره، فإذا صححنا بيع الغائب فهذا من الغائب. طيب يقول البطيخ والقثاء والخيار الذي لم يبدو صلاحه فيمكن اعتباره أنه بيع شيء لم يره، يعني هو سينبت فيما بعد ويظهر، أو بيع شيء غائب ما زال يعني مدفونا في الأرض وسيخرج. فقال يعني إذا قلنا إن الإمام أحمد عنه قول بجواز بيع ما لم يره وجواز بيع الشيء الغائب إذا وصف يعني وصفا دقيقا يرفع الجهالة عنه، فيمكن تخريج رواية أنه يجوز بيع الخيار والقثاء والبطيخ الذي لم يبدو صلاحه باعتبار أنه يعني بيع ما لم يره أو بيع شيء غائب وقد وصف يعني وصفا يزيل الجهل، فإذا صححنا الأول صححنا هذا. قال: والثاني أنه يجوز بيعها مطلقا كمذهب مالك إلحاقا لها بلب الجوز، وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين. وعنده يعني تخريج أو آخر أنه يجوز بيعها مطلقا تشبيها لها بلب الجوز، الذي يشتري جوزة وفي داخلها لب، فهذا اللب يعني رغم أنه لم يره ولا يعرف صفته لكنه مبيع يعني تبعا للجوزة، ف يعني جعلوا بيع البطيخ والقثاء والخيار
ولو لم يبدو صلاحه أنه يشبه بيع لب الجوزة ضمن الجوزة، فهو يعني يبيعها إيه معا. طيب الشيخ السامي يقول: هذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين، اللي هو إيه الجواز يعني. أحدهما أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها، ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه، والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به، وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأوكد. فهنا الشيخ الإسلام يقول: يجوز بيع البطيخ والقثاء والخيار يعني قبل بدو الصلاح، اعتمادا على أنه قبل أن تخرج البطيخة أو الخيارة أو كذا يكون هناك أوراق يعني ظاهرة في المزرعة، فأهل الخبرة بالزراعة ينظرون إلى هذه الأوراق ويستطيعون بها يعني من خلال النظر إليها يعرفون يعني الكمية التي ستخرج ومدى يعني صلاحها، ويستطيعون يعني تقدير قيمتها تقديرا سليما بناء على رؤية هذه الأوراق. فقال: هذا يشبه الذي يشتري عبدا يرى وجهه فقط، يعني يكون مثلا عدد كبير من العبيد يباعون أو كذا في مكان بعيد، وهو يعني يرى وجوهه ويشتري العبد برؤية وجهه ولم يرى يعني بقية جسده، فيستدل بوجهه على يعني معرفة حال بقيته. فقال كذلك يعني يقول هذا من باب أولى رؤية ورق البطيخ والقثاء والخيار كاف لمعرفة يعني حالها ولو كانت يعني لم تنبت بعد ولم يبدو صلاحها. قال الثاني: أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه، فإنه إذا لم يبع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم. قال التوجيه الثاني يعني أو التعليل الثاني لتجويز بيع الخيار والقثاء والبطيخ قبل بدو صلاحها، أن هذا الشيء مما تمس الحاجة إلى بيعه، لأنه إذا لم يبع حتى يقلع، إذا اشترطنا أنه لا بد يقلعها أولا، حصل على أصحابه ضرر عظيم، فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه، وإن قلعوه جملة فسد بالقلع، فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر. فقال يعني أصحاب المزارع يكونون بحاجة إلى بيع هذه الأنواع البطيخ والقثاء والخيار، يكونون بحاجة إلى بيعها قبل قلعها، ولو انتظروا إلى إحضار من يقلعها أو تكليف من يقلعها وقلعوا المحصول يعني كله، يحصل لهم يحصل فساد في المزروع ويحصل ضرر عليه. قال: وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشتري إلى أكل الرطب أو البائع إلى أكل الثمر، فحاجة البائع هنا أوكد بكثير، وسنقرر ذلك إن شاء الله. من يتذكر موضوع العرايا والمزابنة؟ حد فاكر ولا نسيته؟ ما هي المزابنة؟ حد يتذكر؟ المزابنة اللي هي بيع التمر بالرطب كيلا، بيع التمر بالرطب كيلا، يبيع مثلا صاع من التمر اليابس الجاف بصاع من الرطب اللي هو البلح الطري. طيب هذا نوع من الربا، لماذا؟ لأن يعني إذا اشتريت صاعا من التمر اليابس وبادلته مثلا بصاع من الرطب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الرطب ينقص إذا جف؟ يعني هذا الرطب إذا جف سينقص مقداره، يعني هو الآن صاع بس لو تركه حتى يجف ويرجع يعبي نفس الكمية مرة أخرى تكون مثلا ثلثي صاع مثلا، أو
فإذا لا يمكن ضبط المقدار مع كون أحد المبيعين يابسا والآخر رطبا، فهذا يعتبر من باب الربا، لأن التمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل لابد أن يكون كذلك، وإلا كان ربا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا تباع بخرصها، يعني رخص في 5 أوسق. العرايا اللي يعني كان الفقراء يأتون في موسم الرطب، موسم الرطب يشتهون أن يأكلوا الرطب، وليس عندهم دراهم يشترون بها الرطب، ولكن عندهم تمر. الفقراء يكون عندهم تمر يابس يعني موجود عندهم، ويشتهون أن يأكلوا الرطب في موسم الرطب، وليس عندهم دراهم يشترون بها. فرخص النبي عليه الصلاة والسلام في حدود 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وال يعني الكمية تطلع حوالي يعني 60 صاعا، والصاع ممكن يطلع فيه 2.5 كيلو 3 كيلو، 2.5 كيلو شيء زي كده. فيعني يعني كمية ممكن 700 كيلو، 750 كيلو، حسب يعني أوزان التمور، بعضها 2 كيلو بعضها 2.5 كيلو. فيعني لغاية حدود مثلا 700 كيلو تمر، 600 كيلو تمر مسموح أنه يشتري يعني رطبا بما يساوي ذلك. فالصاحب المزرعة مثلا الذي عنده نخيل، فيأتي الخارص الخرص اللي هو التقدير عن طريق التخمين من أهل الخبرة، يعني الشخص مثلا من أهل الخبرة بالزراعة ينظر إلى هذه النخلة ويرى مثلا ما عليها من الرطب، ويقدر يعني أن الرطب الذي في هذه النخلة يعني إذا جف يعمل مثلا 200 كيلو تمر، 300 كيلو تمر وهكذا. فهو يشتري يعني هذه النخلة، الرطب الذي على هذه النخلة يعني بخرصه تمرا. فهنا العراية يعني هي استثناء من باب الربا. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من باب الربا، تحريم الربا، رخص في العراية رغم أنها نوع من الربا. مبادلة تمر برطب نوع من الربا، الاختلاف الكيل وعدم ضبطه، ومع ذلك رخص فيه. وما سبب الترخيص؟ هو الحاجة. رغم أن تلاحظون يعني أن الترخيص هنا الحاجة يعني ما وصلت إلى حد الضرورة، يعني الفقير مثلا ليس في وضع أنه إذا لم يأكل الرطب هلك يعني من الموت جوعا، هو عنده تمر، يعني هو أصلا سيشتري هذا الرطب بتمر، فهو عنده تمر ويمكن أن يعيش على التمر اليابس، ولكن هو يعني يشتهي أن يأكل هو وأولاده الرطب في موسم الرطب كما يأكل الناس. فهو يعني وضع حاجة وليس ضرورة، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام في الربا في هذا الموضع لأجل هذه الحاجة. فشيخ الإسلام يقول حاجة أصحاب المزارع، مزارع البطيخ والخيار والقثاء، لبيعها يعني قبل بدو صلاحها، حاجتهم لذلك يعني أكبر من حاجة الفقراء لأكل الرطب في موسم الرطب، فيجوز ذلك. قال: فحاجة البائع هنا أوكد بكثير، وسنقرر ذلك إن شاء الله. قال: وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث جواز بيع المقاسي أو المقاسي باطنها وظاهرها، وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدا صلاحها، كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يباع جميع ثمرها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد. يقول قياسا على أصول الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث، قالوا يجوز بيع المقاسي باطنها وظاهرها، يعني ما ظهر منها وما بطن، وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم.
المعدوم اللي هو يعني ما سينبت، يعني الآن هو نبت الورق فقط، لأن البطيخة نفسها لم تنبت بعد. إذا بدأ الصلاح، قال هذا مثل بستان فيه شجر أو نخل، وبدأ صلاح بعض الثمار بدو الصلاح في النخل أو في البلح، يعني أن يحمر أو يصفر، فبدأ الصلاح في بعض الثمار، فمجرد بدو الصلاح في بعض النخلة معناها أنه بدأ صلاح الجميع، رغم أن هناك جزء يعني لسه لم يبدو صلاحه، ولكن بدو الصلاح في البعض يعتبر بدوا لصلاح الجميع. فيقول كذلك يعني يشبه هذا أنه إذا بدت بعض الثمار وخرجت بعض الثمار الصالحة من البطيخ أو الخيار أو القثاء في المزرعة، والبقية لم تنبت بعد ولم تخرج بعد، ولكن يوجد ما يدل على أنها ستنبت من خلال الأوراق ونحوه، فإن هذا يعتبر مثل بيع ثمار الشجرة بدأ صلاح بعضها ولم يبد صلاح الآخر. قال وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس أن قالوا إنه لا يمكن إفراد البيع لذلك من نخلة واحدة، لأنه لو أفرد البصرة بالعقد اختلطت بغيرها في يوم واحد، لأن البصرة تصفر في يومها، وهذا بعينه موجود في المقثات. الذين يعني قالوا بتحريم ذلك قالوا إنه يعني لا يمكن أن يبيع ما بدا صلاحه وحده ويترك الآخر، لأنه الثمار يعني تتجدد باستمرار، والبصرة اللي هي الخضراء ستصفر، ممكن أحيانا في نفس اليوم تكون في الأول اليوم خضراء وفي آخره صفراء، والقثاء يعني هناك بعضه نابت وبعضه لم ينبت، ممكن خلال نفس اليوم يكون الجزء الآخر نبت. قال وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم تبعا بأن ما يحدث من الزيادة في الثمرة بعد العقد ليس بتابع للموجود، وإنما يكون ذلك للمشتري لأنه موجود في ملكه، والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر، لأنه يجب على البائع سقي الثمرة ويستحق إبقاءها على الشجر بمطلق العقد، ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ، أو في بعض النسخ ما به توجد، فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد لا ما كان من موجبات الملك. يعني هو أطال في الحقيقة كثيرا في قضية بدو الصلاح وفي المقاسي والبطيخ وما يلحق بها، والخلاصة يعني أنه اختار رحمه الله جواز ذلك. قال وأيضا فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها؟ طيب لو عندنا حديقة وبدا الصلاح في بعض الأشجار ولم يبدو في بعض الأشجار، هل يجوز بيع الجميع؟ قال على روايتين أشهرهما عنه أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه، وهي اختيار قدماء أصحابه كأبي بكر وابن شاقل، أبو بكر هو عبد العزيز بن جعفر وغلام الخلال، وابن شاقل هؤلاء يعني من فقهاء المذهب قالوا اختاروا هذه الرواية أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه، الأشجار التي بدا صلاحها يجوز بيعها والأشجار التي لم يبدو صلاحها لا يجوز بيعها. والرواية الثانية يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجميع، وهي اختيار أكثر أصحابه كابن حامد والقاضي، أي القاضي أبي يعلى ومن تبعهما. الرواية الثانية عن أحمد قال هي اختيار أكثر أصحابه، أنه إذا بدا الصلاح في شجرة من البستان جاز بيع البستان كله، بيع ثمار جميع البستان.
ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال: إذا كان في بستان بعضه بالغ وبعضه غير بالغ بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ. المنصوص عن أحمد في مسألة بدو صلاح بعض البستان دون بعض أنه يفرق بين الذي بدا صلاح هل هو القسم الأكبر من الأشجار أو القسم الأقل، فقال إذا كان أكثر الأشجار بدا صلاحها جاز بيع البستان أشجار البستان كله. فمنهم من فرق بين صلاح القليل والكثير كالقاضي أخيرا وأبي حكيم النهرواني وأبي البركات وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح، ومنهم من سوى بين الصلاح القليل والكثير كأبي الخطاب وجماعات وهو قول مالك والشافعي والليث. يقول يعني إذا الخلاصة أنه على هذه الرواية عن أحمد التي فيها أنه إذا بدا صلاح بعض البستان جاز بيع جميع البستان، فهناك أصحاب أحمد على فريقين، فريق يقول المقصود إذا بدا صلاح معظم البستان يجوز بيع جميع البستان، والفريق الآخر يقول إذا بدا صلاح شجرة واحدة في البستان جاز بيع جميع البستان. وهذا القول اللي هو إذا بدا صلاح شجرة واحدة في البستان جاز بيع جميع ثمار البستان هو قول مالك والشافعي والليث أيضا. قال: وزاد مالك فقال: يكون صلاحا لما جاوره من الأقرحة، وحكوا ذلك رواية عن أحمد. الإمام مالك زاد على ذلك يقول: بل حتى إذا بدا صلاح يعني شجرة في بستان كان ذلك بدوا لصلاح هذا البستان والبساتين المجاورة أيضا كمان، ليس البستان فقط بل يعني طالما أنها كلها يعني من نفس النوع مزروعة في يعني لها نفس الظروف، فإذا بدا صلاح شجرة في بستان كان ذلك صلاحا لهذا البستان ولما حوله من البساتين، وحكي ذلك رواية عن أحمد أيضا. قال: واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرني من الرطب صلاحا لسائر أنواع الرطب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد. طيب الآن مسألة أخرى، لو البستان فيه أنواع من التمور ففيه مثلا برني، والبرني هذا نوع من أنواع التمور وفيه أنواع أخرى من التمور، فالبستان فيه نخيل وليست كل النخيل من نوع واحد من التمر، هناك عدة أنواع، بعض النخيل من نوع بعض النخيل من نوع آخر، فإذا بدا صلاح يعني نخلة من نوع من أنواع الرطب أو التمر، فهل يكون ذلك صلاحا لهذا النوع فقط في البستان أو صلاحا لجميع ثمار البستان ولو كانت من أنواع أخرى؟ قال: على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد، بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا. قال: أحدهما المنع وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد، أبو محمد الدوامين وابن قدامة، والثاني الجواز وهو قول أبي الخطاب. إذن إيه المنع؟ قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل والإمام أبي محمد بن قدامة، لما يقول أبو البركات، أبو البركات هذا اللي هو جد شيخ الإسلام، جده اللي هو أبو البركات ابن تيمية. فالقول الأول المنع يعني إذا بدا صلاح البرني مثلا لا، فإن هذا لا يعني صلاح الأنواع الأخرى من الرطب في نفس هذا البستان. والذين قالوا بالجواز وهو قول أبي الخطاب قالوا إذا بدا صلاح نوع من أنواع الرطب في البستان فهو صلاح لجميع أنواع الرطب. قال: وزاد الليث على هؤلاء فقال: صلاح الجنس كالتفاح واللوز يكون صلاحا لسائر أجناس الثمار. الإمام الليث بن سعد رحمه الله إمام أهل مصر توسع في هذا الباب، يقول يعني بل صلاح التفاح واللوز مثلا يكون صلاحا لسائر أجناس الثمار، لو بستان فيه أنواع مختلفة من الثمار
مش انواع مختلفه مثلا من النخيل، فكلها يعني نقول كلها تمور، ولكن من انواع مختلفه. لا ده حتى لو انواع مختلفه من الفواكه، فاذا بدا صلاح نوع منها فهو مدوم لصلاح سائر الاجناس. قال: ومأخذ من جوز شيئا من ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك. الذي قال بالجواز احتج بأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي. يعني شو صار التعليل هنا؟ الحاجة يقولك ما الحاجة؟ يقول الحاجة أن يصبح البستان في مثلا أنواع متعددة من الثمار أو أنواع متعددة من النخيل، فإذا نوع منها بدا صلاحه فيبيع هذا النوع وحده هيكون له مشتري، وبعدين بعد شوية نوع ثاني يصلح فيبيع النوع الثاني المشتري الثاني، والأشجار تكون متداخلة، هذا له الشجرة هذه وهذا له الشجرة هذه، هذا مصلحته في شيء عكس مصلحة الآخر، فيؤدي إلى تفريق البستان على عدة مشترين وتختلف الأيدي وتسوء المشاركة. قال: وهذه علة من فرق بين البستان الواحد والبساتين، ومن سوى بينهما، فإنه قال: المقصود الأمن من العاهة، ومن سوى بينهما فإنه قال: المقصود الأمن من العاهة، وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاح. واضح؟ أيضا يقول يعني الذي فرق بين البستان الواحد والبساتين المتعددة، قال أن إذا باع بستانا والبستان الآخر لسه لم يبدو صلاحه فينتظر حتى يبدو ويبيعه لشخص آخر، لا يكون هناك ضرر، يعني كل بستان يكون له يعني مشتريه أو مشتري ثماره، فلا يضر، بخلاف ما إذا اشترى أكثر من شخص ثمارا متنوعة في بستان واحد. والذي يعني سوى قال المقصود هو الأمن من العاهة، يعني المقصود بانتظار بدو الصلاح أن نأمن العاهة، يعني الآفات التي تصيب المحصول، يعني إذا لم يبدو الصلاح وباع الإنسان الثمار وهي لم يبدو صلاحها فقد تحصل آفة تؤدي إلى عدم نبات الثمار أو تؤدي إلى نباتها يعني خروجها يعني تالفة أو فاسدة. فإذا بدا صلاح البعض فأمنت العاهة وتأكدنا أن هذا المحصول يعني نجا وسلم وليس به. فالأمن من العاهة يحصل بشروع الثمر في الصلاح، مجرد بدو الصلاح في بعض الثمار فإنه يعلم به يعني أن هذا البستان يعني أمن من العاهة، وأن بقية الأشجار بحسب العادة ستخرج يعني سليمة كذلك. ومأخذ من منع ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها يقتضي بدو صلاح الجميع. يعني الفريق الذي منع وقال لا يباع أي شيء إلا إذا بدأ صلاحه، لو بدأ صلاح نخلة، النخلة هذه فقط هي التي تباع، بقية البستان لا يباع، فالذي أخذ بذلك يعني تمسك بظاهر النص، ويعني جمد على ظاهر النص ولم ينظر إلى التعليل والمقاصد وكذا، فقال والله النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فهذه الشجرة لم يبدو صلاحها فلا تباع، ولا علاقة لها بالشجرة الأخرى، ولا علاقة لبقية البستان ببعضه وهكذا. لكن الذي يعني نظر إلى المعنى قال إن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن تؤمن العاهة، وأن هذا المقصود يحصل بالصلاح يعني جزء من الثمار، ونراعي أمر الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى أمر الحاجة في قضايا كثيرة فهذا يلحق بها. قال: والغرض من هذه المذاهب أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه فقياس قوله جواز بيع المقثات إذا بدا صلاح بعضها. يعني شو استطرد وراح لموضوع بدو الصلاح في الرطب وفي الثمار والبساتين وكذا، وهو كان الكلام عن البطيخ والقثاء والخيار،
فرجع مرة أخرى بعدما استطرد، يقول أنه تكلم عن هذه القضية لأنها يعني سيقاس عليها قضية البطيخ والقثاء والخيار. فالمقساة اللي هي يعني زي مزرعة القثاء، يعني إذا بدا صلاح بعضها فهذا يشبه يعني بستانا بدا صلاح بعضها. والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمر، يعني إذا نبتت بعض ثمار القثاء في مزرعة القثاء، بدت بعض الثمار ونبتت نباتا جيدا، فإنه سيبيع الباقي. طب الباقي معدوم، لم يظهر بعد، الثمرة نفسها لم تظهر. فقال هذا مثل الذي يعني عنده بستان ونبتت بعض الثمار وظهرت، والثمار الأخرى يعني تنبت تدريجيا وتصلح تدريجيا. فنفس الشيء القثاء، يعني بعضه بدأ والبعض الآخر هو معدوم، يعني داخل الأرض لم يخرج بعد، ولكن استدللنا بما بدأ على ما لم يبدو. وقال والمعدوم فيها هنا كالمعدوم من أجزاء الثمرة، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر، إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثاءات والخيارات. قال يعني أيضا الفقهاء الذين نظروا إلى قضية عدم تفريق الأشجار، قال من باب أولى يكون النظر هنا البطيخ أصلا ما ليست هناك أشجار منفصلة بحيث يعني يمكن حصرها، وإنما هذه بطيخة نبتت هنا وبطيخة. فإذا هو يعني يبيع البطيخ الذي ظهر فقط، وبعد شوية ممكن خلال نفس اليوم يكون بدأت تنبت بطيخة أخرى أو خيارة أخرى، فلا يمكن حصر يعني هذا وتفريقه عن الآخر، فمن باب أولى. قال إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثاءات والخيارات. فطالما يعني جوزوا بيع جميع الأشجار من غير تفريق بينها، فيقول من باب أولى يجوز بيع جميع البطيخ ما ظهر منه وما لم يظهر. قال وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق فإنه أمر لا ينضبط، فإن اجتهاد الناس في ذلك متفاوت. يعني طبيعة القثاء والخيار وكذا يكون في لقطة ظاهرة اللي هو النبتات التي نبتت، فتجز يعني وتجمع وكذا، بعد شوية يرجع الفروع الأخرى ترجع تنبت يعني ثمارا أخرى وتجز وهكذا. فقال يعني لا يمكن فصل كل لقطة على حدة، فإن هذا الشيء يعني إما أنه شاق، وإذا لم يشق فإنه لا ينضبط أن هذه تبع اللقطة الأولى وهذه تبع اللقطة الثانية. قال والغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل، كما قد يروى عنه في بعض الجوابات أو قد خرجه أصحابه على أصوله، وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين، فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان في وقتين، فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت، ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر. ممكن نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. وطبعا كما مر يقول يعني أن مذهب مالك هو يعني أفضل المذاهب في يعني هذا الباب، وأن أحمد رحمه الله يعني مذهبه قريب من مذهب مالك في هذه القضايا، إما يعني يكون موافقا له تماما، وإما أن يكون عن أحمد روايات مختلفة سواء منصوصة أو مخرجة، يكون بعض منها يوافق مذهب مالك. وفي رأي شيخ الإسلام أن الرواية التي توافق مذهب مالك دائما تكون هي الأنسب والأصح، يعني هنا في هذا الباب يعني خاصة. احنا مر بنا هنا ان الإمام مالك يقول يعني صلاح شجرة واحدة في البستان تكون صلاحا لجميع البستان ولما حوله من البساتين، يعني فراعا الحاجة
فقد لذلك يعني هذا حكي رواية عن أحمد وأخر. هل هناك مستجدات في الوقت الحاضر يعني تختلف؟ وأكيد في يعني طبعا أهل الزراعة بقى يعني إن شاء الله نبحث فيها إن شاء الله. ممكن إن شاء الله ننتقل إلى تيسير العلامة.